السلام عليكم، معكم نورس في حلقة واحدة أخرى من حلقات وشكرا. الحلقة كما قريتم من العنوان سميتها سعيد الصنهاجي. ما عرفت باش نبدأ ولا نتلي هضرتي ولا والله ما عرفت بالله. طرى لي اليوم واحد البلان بمناسبة هذه الحلقة ونقول لكم لاش بغيت نوصل. درت مع واحد الشخص يجي عندي من الدار البيضاء في واحد الساعة، ما عرفت شنو طرى ليا. جيت درت التليفون سيلونسيو، كي درت له بالليل تسميوها بلغة العلم حركة لا إرادية مكتسبة، يعني يدك تمشي بواحدة تدير تشوف. درت الريفي ما سمعتوش، سكي بيزار ما سمعتوش، عادي ما سمعتوش، كنت عيان بزاف، دقدقت البارح. مهم زاكل بالرونديفو بواحد الساعة الأربع. مهم زيت تليفون سيد ما تجاوش، مبلوكي النمرة، ميساجات تنعتذر وحق الله إلى ساعة وأنا تنعتذر ساعة، ما قبلش الاعتذار، رجع لكازا تنقولو نجي كاع للدار البيضاء، ماشي تنقولو بطريقة ونجي كاع عافاك ما نعاو اخ عافاك الا عافاك عافاك فهمتيني عافاك، يعني ما قبلش. وكان الموضوع ديالي ديال الحلقة اليوم هو سعيد الصنهاجي، وانا نلاقي المواضيع بجوج وانا نقول هذا هو الخلق اللي نقص عند العرب، حنت الاعتذار هو سيد المواقف اللي نقص عند المغاربة. فين هما الشيام ديال المغاربة والقيم ديالهم؟ السيد دار غلطة تعرى، شو هاديك ليلة حمراء اعتذر بلاتي، علاش يعتذر؟ اعتذر للقيم الإنسانية، قيم مجتمعنا، وفين سقتي لها انت الخبار؟ كون ما تصورات فين تسقش خبارين قيم تتهضر عليها بلاتي؟ قيام المجتمع، سل الجامع، سل الزبالة اللي حداكم زعما جمع الزبل اللي فيها، سل المقابر شوف شحال خانزة، اين قيام؟ اين زفت؟ فين عندك انت اصلا شي قيام؟ بعدا هي شوف الحيط ديال داركم ما عمرو تصبغ، ولا راه الجار ولا خصو يصبغ، وانت اش جالس تدير؟ بغيت نعرف. شوف عادي وتبزق عادي وتلوح، بالك الفيديو ديال الصنهاجي، بالك القيم الإنسانية، بلاتي ومشي معاك بعيدها وخرب القيم الإنسانية. فين هي التوليرونس؟ فين هو التسامح؟ السيد اعتذر صاحبي، السيد اعتذر، السيد اعتذر، اسمح لي اعتذر صاحبي، ما واش تفقصونا المرارة ولا شنو؟ بعد هادو اللي شوهوا الفيديو ما غنهضرش عليهم، ما غنقول حتى شي حاجة. داروا بمقولته على أهلها جنة براقيشو، ما عادش واش عارفين هاد المثله ولا لا ديال على أهلها جنة براقيشو. راه غتجي فيكم مقولة الصمتة تدور والبزيم إلى آخره، غيجي فيك البزيم شي نهار، يعني ستر تستر. كنتي مسلم راه هادشي اللي عارف، كنتي مسيحي أنا قلبت، قالك فإن فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. إنجيل متى الإصحاح رقم 6، هادشي من الكتاب المقدس، كتاب مقدس تجمع العهد كتاب العهد القادم اللي هو التوراة وكتاب العهد الجديد اللي هو الإنجيل. يعني نتايا إلا مسيحي ولا يهودي رسال حلك هذا القول بلاتي انت ملحد، ايه ما كاين حتى شي مشكل. الحاد شنو هو؟ هو انكار وجود الله، وجود خالق، سواء الكون تولد عبث، سواء انه نظريه التطور اللي وجدت المخلوقات، بلا 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 بلا. ولكن باش هما عايشين بالقيم الانسانيه، هي الاخلاق ديالهم، ما عندهمش دين. التسامح من القيم الانسانيه، ولو تكون ملحد يكون جايين معاك هذه القيم الانسانيه اللي هما التسامح. دونك انتم ما يهود ما مسيحيين ما ملحدين، مسلمين. لا صاحبي لا، ما تقولش انتم مسلمين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القران، القران تيقولك وان تغفروا وتصبحوا، وما وبزاف وبزاف على الادله اللي تتقول استروا سامحوا مالكم مكرزين. وباش نختم الحلقه، الزوجه ديالو نسيت على سميتها وقيله كريمه تنظن، دار خرجت بواحد الاعلان بواحد الفيديو القمة الإنسانية، القمة الأخلاق، وعطت درس، عطت درس في التسامح. قلت ليهم أرى يا
عجلي هذاك انا وراه من اللي بدات لدابا، واش كينكسر من هاد الشيء؟ اش بك؟ الله يهديكم الدراري اللي باقي فيهم شويه ديال النور في القلب ديالهم، تنقول لكم الاعتذار، سامحوه لو وصلتكم شي شوهه ما تبارطاجيوهاش. كنتو يهود مسيح راه عرضت عليكم شنو قال الكتاب المقدس، كنتم ملحدين خص يكون عندكم الخلق الانساني، كنتم مسلمين بحالي وحشومه نهضروا، حشومه كاع نجبدوا الادله، وحشومه وسحقا.